النهارده في بلازما هنتكلم على introduction to proteins. ايه هي الحاجات اللي هنتكلم عنها؟ هنتكلم على 5 حاجات. اول حاجه basics of protein، تاني حاجه DNA to protein، ازاي DNA، ايه الخطوات اللي بتمر بالDNA عشان يبقى بروتين. بعد كده هنتكلم على البروتين structure، ايه هو تركيب البروتين. هنتكلم على types of protein structures، ايه هي تركيبات انواع تركيبات البروتين. في الاخر هنتكلم على ليه اصلا بندرس حاجة اسمها بروتين بايوانفورماتكس، ايه هي بروتين بايوانفورماتكس وليه بندرس بروتين بايوانفورماتكس. basics of proteins، البروتين بيتكون من sub unit، بيتكون من وحدة اسمها amino acids. كل amino acid في حاجة مشتركة بينهم كلهم، ايه هي؟ اول حاجة عندي في ذرة، في مجموعة amino group ومجموعة carboxyl group، وعندي ذرة هيدروجين. يبقى في 3 حاجات مشتركة في جميع الامينو اسيدز، وهي الامينو جروب، كربوكسايل جروب، وذرة الهيدروجين. بيختلفوا في ايه؟ بيختلفوا في السايد تشين. تمام، عندنا 20 امينو اسيد في البروتين. عندي بروتينات الفاتيك اللي هي عليها دايرة حمراء، ده الانديكيتور بتاعها، ده اللون، يعني اللون احمر هنا معناه الفاتيك. وعندي الاخضر معناه ان هي اروماتيك، حلقيه، مجموعه سايد تشين فيها حلقيه. تمام، يبقى ممكن نقسمها ان هي الفاتيك ولا اروماتيك، ممكن نقسمها هي اسيديك ولا بيزك، هي حامضيه ولا قاعديه، ممكن نقسمها تقسيمه تانية هي اسينشال ولا نون اسينشال. ان الاسينشال هنلاقيه كده دائره متقطعه، لكن الاسينشال هيبقى دائره متقطعه، والنون اسينشال هلاقيها دائرة كده مغلقة. النون اسينشال معناها ان الجسم بيقدر يخلقه، مش محتاجه، يعني مش محتاجه يجيبه من مصدر خارجي، لكن الاسينشال بيجيبه من مصدر خارجي عن طريق الاكل، الجسم ما بيقدرش يخلقه لوحده يعني. تمام، الصورة دي بحبها لان هي بتجمع كل التقسيمات بتاعت العشرين امينو اسيد. الاحمر معناه الفاتيك، اخضر هنا مثلا معناه اروماتيك، اسينشال نون اسينشال، في سلفر ولا مفهوش زي هنا. تمام، دول العشرين امينو اسيد. تمام كده، هسيب برضو الصورة دي في لينك الفيديو. بعد كده هنتكلم من DNA to protein، ايه اللي بيحصل عشان DNA يبقى بروتين. عندي double strand DNA، DNA بيحصل له replication، بيحصل له عملية نسخ عشان يتضاعف، مش هتكلم فيها بالتفاصيل دي. عملية ترانسكريبشن، عملية التناسخ، ان الدي ان ايه يتحول يبقى ام ار ان ايه، يبقى ماسنجر ار ان ايه اللي هو اسمه الار ان ايه الرسول، عشان بعد كده يترجم ويحصل له عملية ترانسليشن عن طريق الريبوسوم ويبقى بروتين. برضو ممكن نشرحها. Made of a long chain of amino acids. ده فيديو بيوضح عملية ازاي الدي ان اي هيبقى بروتين. اول حد عندي البيزك، البيزس، تمام كده، اللي هي عباره عن الدي ان اي. كل 3 دي ان اي ده عباره عن كودون بيترجم لامينو اسيد. هنتكلم اول حاجه عن ايه، ايه هو الدي ان اي. زي ما قلت عندنا بيزس، البيز دي عباره عن 3 كودونز زي جي جي تي هنا، هيتحول لامينو اسيدز، مثلا هيتحول للجلايسين. تمام، دي كده العمليه اللي هيبقى فيها ترانسليشن. هنبدا من الاول خالص بقى، من اول الترانسكريبشن. ازاي اصلا البروتين بقى بيتخلق؟ اول حاجه دي عندنا خليه ايوكاريوتيك، خليه حقيقيه النواه، فيها نيوكليس، فيها نواه، وعندي فيها دي ان اي، وعندي في السيتوبلازم مستنيني الريبوسوم اللي هيترجم. نبدا بالدي ان اي، هيطلع منه ام ار ان اي هيترجم. ازاي بقى العمليه دي بتحصل، اللي هي عمليه الترانسكريبشن، التناسخ، وعمليه الترانسليشن، الترجمه. هندخل جوه النيوكليس وهنبدا نشوف الدي ان اي هيجي عليه الار ان اي بوليمريز، انزيم الار ان اي اللي هيبدأ يعمل عملية الترانسكريبشن، عملية التناسخ.
في ستراند دي ان اي زي ما قلنا كل 3 كودون هيبدأ يحصل تناسخ للـ DNA عشان يتحول لمسنجر RNA اللي هو زي ما قلنا الـ mRNA أو الـ RNA الرسول. كل ده بيحصل فين؟ بيحصل جوه النيوكليس، بيحصل جوه النواة. بعد كده الـ RNA ده بقى كده انتهت عملية الترانسكريبشن، بعد كده يطلع بره النيوكليس ويروح السيتوبلازم عشان تحصل عملية الترانسليشن، تحصل عملية الترجمة. هيخش جوه الريبوسوم وهيبدا يحصل عمليه الترجمه عشان يكون كل الامينو اسيد دي. في الاخر هتكون حاجه اسمها البوليبيبتايد تشين. طب ازاي؟ ادي الام ار ان اي، كل 3 كودون هتبدا تجيب انتي كودون عن طريق التي ار ان اي وتكون 1 امينو اسيد. بمعنى هو هنا بيقول ان دي عمليه ترانسليشن، بمعنى ده الترانسفير ان اي او التي ار ان اي بيبدا يجيب معاه 1 امينو اسيد لكل 3 كودون. تمام، كل امينو اسيد يلزق في بعضه عن طريق حاجه اسمها البيبتايد بوند. البيبتايد بوند دي بتربط بين كل امينو اسيد وامينو اسيد عشان في الاخر تكوني حاجه اسمها بولي بيبتايد تشين. تمام، دي كده عمليه الترانسليشن. يطلع البولي بيبتايد تشين ده بعد كده عشان بعد كده يكون في الاخر البروتين. هيحصل عشان يكون بروتين هيحصل فولدنج، هنتكلم برضو على الفولدنج ده كمان شوية. الخلاصة ان عندي الدي ان اي بيحصل له ريبليكيشن، بيحصل له تضاعف، دي مش هنخش فيها بالتفاصيل. بعد كده الدي ان اي يبقى ار ان اي او يبقى ام ار ان اي عن طريق عملية الترانسكريبشن، عملية التناسخ. بعد كده يطلع بره السيتوبلازم ويعمل عملية الترانسليشن عشان يبقى بروتين، عملية الترجمة. العملية دي كده او الصورة دي كده اسمها السنترال دوجما، دي ازاي الدي ان اي يبقى بروتين. في حاجة تاني بقى بعد البروتين، بعد ما حصل ام ار ان اي عايزين نتكلم فيها حتة كده في النص بعد عملية الترانسكريبشن. في حاجة اسمها البوست ترانسكريبشنال موديفيكيشن، بيحصل بعض التعديلات في عملية الترانسكريبشن. دي حتى كده ادفانسد شوية لازم نعرفها. بعد ما اتكون عندي الـ mRNA هنبدأ نركب له حاجة اسمها الـ 5-cap. هنركب له cap في الـ 5-end وهنركب له حاجة اسمها الـ polytail-A في الـ 3-end. تمام كده؟ دي أول حاجة في عملية الموديفيكيشن. تاني حاجة في الخلايا حقيقية النواة أو الإيوكاريوتيك سيل، عندي حاجة اسمها انترون وعندي حاجة اسمها اكزون. اكزون وانترون كل ده فين؟ في الـ mRNA. تمام، الاكزون ده هيترجم بعد كده هيحصل له عملية ترانسليشن، لكن الانترون مش هيحصل له عملية ترانسليشن. تمام كده، فاحنا محتاجين نعمل ريموفينج، عايزين نشيل الانترون ده. العملية دي اسمها سبلايسنج، هنبدأ نقطع الانترون دي وناخد الاكزون بس. تمام كده، لان الاكزون ده في الاخر هو اللي هيحصل له ترانسليشن ويبقى بولي بيبتايد تشين ويحصل له فولدنج ويبقى بروتين. حته كمان ادفانسد محتاجين ان نعرفها، حاجه اسمها الالترناتيف سبلايسنج. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي اكزون ودي حته انترون. تمام، عندي 5 اكزون، 1 2 3 4 5 هيتكون في الام في الار ان اي اهو او في الام ار ان اي. مش لازم بعد كده مش لازم اخد كل الاكزونز مع بعضها، يعني مثلا ده فيه الخمسة اهو 1 2 3 4 5، هنا مش موجود رقم 3. تمام، هنا مش موجود رقم 4. تمام كده، تمام، ده هيديني ترانسليشن او هيديني بروتين مختلف عن ده مختلف عن ده. بمعنى اخر ممكن هنا 4 في الحالة دي اسمها انترون مش اكزون، انا مش محتاجها هشيلها مش هتترجم. ممكن في الحالة دي رقم 3 الاكزون رقم 3 بالنسبة له هنا انترون، هو مش عايزه، هيحصل له سبلايسنج، هيحصل له ريموفينج، هيتشال وهيترجم 1 2 4 5. يبقى مش لازم كل الاكزون يترجم كله البروتين، مش شرط. يعني ممكن في الحالة الأولانية هنا كله اترجم البروتين،
لكن في الحالة التانية والتالتة في بعض الإكزونز ما اترجمتش، في الحالة دي هي انترون، فكل حالة خاصة بنفسها، كل بروتين عملية الترانسكريبشن والترانسليشن بتاعته يونيك خاصة بالبروتين ده. تمام كده، ده شرح تاني لعملية الترانسليشن، بنأكد على ان في انتي كودون سبيسيفيك لكل امينو اسيد، هو جاي هنا بالامينو اسيد داخل الريبوسوم، بعد كده يبدأ يكون مع الامينو اسيد اللي بعديه اللي قبليه بيبتايد بوند عشان يكون بولي بيبتايد تشين، بعد كده التي ار ان اي او الترانسبورت ار ان اي يمشي يطلع من هنا. هنا ازاي بتتكون البيبتايد بوند؟ مش احنا قلنا بين كل امينو اسيد وامينو اسيد في بيبتايد بوند بتتكون في عمليه الترانسليشن، في عمليه الترجمه، عن طريق ان انا هنا عندي ذرتين هيدروجين وهنا ذره اكسجين هيطلعوا مع بعض عن طريق H2O كده خلاص، وهيبدا يتكون عندي بيبتايد بوند. تاني انا هنا في الاخر عندي هنا امينو جروب اند وعندي كربوكسيل اند، يبقى في البولي بيبتايد تشين عندي كربوكسيل اند وامينو اند. نخش بعد كده على البروتين ستراكشر. زي ما احنا قلنا اول حاجه تكون بولي بيبتايد تشين عباره عن امينو اسيد لازقه ببعضها جنب بعض، الاستراكشر ده اسمه برايمري ستراكشر، ستراكشر ابتدائي. تمام كده، بعد كده هيحصل له عمليه فولدنج بسيطه هيتسمى سكندري ستراكشر. زي ايه الفولدنج ده؟ هيبقى حاجه اسمها الفا هيليكس او بيتا شيت. الالفا هيليكس عامله زي التليفون الارضي القديم حلزونيه، دي اسمها الفا هيليكس او البيتا شيت، الشكلين دول اسمهم السكندري ستراكشر. بعد كده عندي حاجة اسمها تيرشري ستراكشر، تمام، دي المرحلة التالتة من الفولدنج، مكونة من بيتا شيت اهي ومكونة من الفا هيليكس، لكن حصل لهم فولدنج فبقى تيرشري ستراكشر. تمام، بعد كده يخش على يعني المرحلة الرابعة من الفولدنج ويبدأ يديني فولدنج اكتر. ليه بيحصل عملية الفولدنج دي اصلا؟ عشان البروتين في مرحله البرايمري او في مرحله السكندري بس مش هيقدر يديني فانكشن، مش هيقدر يديني المهمه للبروتين. عشان البروتين يبقى يحصل له عمليه ماتوريشن ويبدا يديني فانكشن داخل الجسم لازم يحصل له عمليه الفولدنج دي عشان يقوم بدوره داخل الجسم. دي صوره تانية للبيتا شيت والالفا هيليكس. تمام، مهم شويه ان احنا نعرف الاشكال دي ليه، عشان بعد كده لما تيجي تتعامل مع السوفت وير هتشوف انت خلاص عارف ان ده الالفا هيليكس ودي البيتا شيت معمول لهم فولدنج فده التيرشري ستراكشر. تمام كده، فده كده التيرشري ستراكشر. ده شكل هنا بيبين ان في مرحله التيرشري ستراكشر في الهين ايج وايت لايزوزوم قريبه شويه في الشبه من الهيومن لاكتو البيومين، لاكتو البيومين. تمام كده، قريب شويه في الشكل. بعد كده هنتكلم على البوندز ان بروتينز في الاستراكشر دي. تمام، اكيد البرايمري استراكشر ما فيهوش فولدنج زي السكندري، السكندري اكتر والتيرشري اكتر من السكندري، فبالتالي في بوندز موجوده او في بعض الروابط موجوده في التيرشري عشان تمسك الفولدنج اللي حصل ده اكتر. فمثلا هنا بيقول لك في البرايمري استراكشر موجود عندي بيبتايد بوند ودايسلفايد بوند، لكن في السكندري عندي هيدروجين بوند وبيبتايد بوند ودايسلفايد بوند اكتر، في التيرشري عندي هيدروفوبيك بوند وعندي هيدروجين ايونيك بوند وفاندرفالز فورسز ودايسلفايد بوندز، وهكذا. كل ما الفولدنج بيزيد كل ما البوندز بتزيد. طب ايه الحاجه اللي بعد ما البروتين زي ما قلنا حصل له عمليه ترانسكريبشن داخل النيوكليس داخل النواه وبقى مسنجر ار ان اي، هيطلع بعد كده بره السيتوبلازم عشان يحصل له عمليه ترانسليشن عن طريق الريبوسوم، بعد كده بقى بولي بيبتايد تشين، ايه اللي هيخليه سكندري ستراكشر وتيرشري ستراكشر ويبدا يحصل له فولدنج؟ حاجه اسمها الشبرون بروتين، الشبرون بروتينز دي اللي بتعمل له عمليه الفولدنج. تمام كده، زي ما قلت عمليه الفولدنج دي اهميتها ان هو في الاخر يديني البروتين في مرحله نضج او مرحله الماتيور او حصل له ماتيوريشن، بحيث ان هو في الاخر يديني الفانكشن بتاعته. العضلات دي عباره عن بروتينز، بروتينز حصل لها برضو ترانسكريبشن ترانسليشن فولدنج.
الانسولين نفس الكلام، الهيموجلوبين نفس الكلام، كل دي اشكال حصل لها فولدنج للبروتين. ده بروتين ماتيور بيقوم بفانكشن، تمام كده. ممكن يحصل طفره او ميوتيشن في الدي ان اي تؤدي في الاخر لعمليه ترانسكريبشن غلط وعمليه ترانسليشن غلط، ففي الاخر هيديني ابنورمال بروتين او ممكن ما يدينيش اصلا بروتين. اي ستيبس هيحصل فيها ميوتيشن او طفره من اول الدي ان اي او في مرحله ترانسكريبشن او في مرحله ترانسليشن او في مرحله الفولدنج او في مرحله السبلايسنج برضو في عمليه ترانسكريبشن، كل اي مرحله حصلت حصل فيها ميوتيشن هتؤدي في الاخر لابنورمال بروتين او مفيش بروتين اصلا. فعشان كده بنحتاج ندرس المراحل دي، ومحتاجين نشوف عمليه لغايه عمليه الفولدنج عشان نشوف ممكن يكون في مرض مرتبط بخطوه من الخطوات دي. ليه اصلا بندرس البروتينز؟ ليه اصلا بندرس بايوانفورماتكس بروتين؟ زي ما قلنا من شويه ممكن يكون ده مرتبط بديزيز، تمام كده. الصوره دي موجوده من 2010، دي دراسه من 2010 بتوريك الفانكشنز بتاعه البروتينات اللي موجوده في الجسم، ايه هي وظائف البروتينات اللي موجوده داخل جسمنا. في مثلا منها موتورز، في بتخش في النيوكليك اسيد انزيم، في بتخش في عمليه ترانسفير، في عباره عن ريسبتور عباره عن مستقبلات، في بتبقى عباره عن كاينيز اللايجيز. كل دي بروتينات بتقوم بدور وفانكشن في الجسم، لكن عندك اكتر من 40% من البروتينات unknown function، مش معروف لها وظيفة. عشان كده محتاجين ندرس بروتين بايوانفورماتكس عشان نعرف ممكن يكون في مرض مرتبط بالبروتين، ممكن يكون في بروتين مش عارفين ايه هي الفانكشن بتاعته فمحتاجين ندرسه عن طريق السوفت وير. عشان كده استنونا هنتكلم بعد كده على البروتين بايوانفورماتكس وايه السوفت وير اللي بيستخدموها في البروتين بايوانفورماتكس. شكرا.